تجددت حرائق الغابات في مناطق عدة من عكار شمالية لبنان، وخرجت النيران عن السيطرة في منطقة جبل كروم بالقرب من الحدود السورية، واقتربت من مناطق سكنية التي غادرها كثير من الأهالي. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني جهود إخماد الحرائق وسط مخاوف من أن تتسبب الرياح في توسيع رقعة النيران لمساحة أكبر. ولمعرفة مزيد ما يحدث هناك من على مستوى الحرائق الرقعة التي تحتلها أيضا، معي من عكار شمالي لبنان مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، ما حجم هذه الحرائق؟ ما هي تأثيراتها على أهالي عكار والمناطق القريبة منها؟ لا يمكن التكهن بحجم الحرائق حتى هذه اللحظة، طالما أن هناك بقع تتجدد فيها الحرائق كما ذكرت، ونشاهد في أكثر من منطقة هذا التجدد بالرغم من سعي طوافات الجيش اللبناني التي تعمل على تبريد هذه المساحات وإخماد الحرائق الصغيرة، إلا أن هناك صعوبة كبيرة بإخمادها بشكل كامل لأكثر من سبب. أولا، الحرائق موجودة في جبال حرجية يصعب الوصول إليها، الطرقات غير معبدة، يضطر أهالي البلدات المتأثرة بهذا الحرائق إلى التوجه مشيا سيرا على الأقدام حاملين عبوات المياه حتى يتمكنوا من إخماد الحرائق عندما تكون بالحجم في بداياتها بحجمها الصغير. تبين الصور التي تشاهدونها في هذه الأثناء، وهي صور خاصة لسكاي نيوز عربية عبر طائرة مسيرة، الحرائق التي أتت على آلاف الأشجار في هذه المناطق، وهي أشجار مثمرة بالمناسبة، ويعتمد عليها المئات من العائلات تعتاش منها في هذه القرى الحدودية. طبعا أكثر ما يعيق عملية الإطفاء التي تمددت بين جبل وآخر في هذه المناطق الحدودية الشمالية هي صعوبة إطفاؤها لعدم توفر الآليات المناسبة لإطفاء الحرائق. ليس هناك طوافات متخصصة بإطفاء الحرائق، الطوافات التي تعمل هي فقط طوافات الجيش اللبناني التي تحمل كميات محددة من المياه وتلقي بها فوق الحرائق دون أن تكون لديها القدرة على إخمادها بشكل تام، أكان عبر المواد المخصصة أو عبر التراب الذي يخمد الحرائق بشكل كبير. نشاهد في هذه الأثناء وصول إحدى الطوافات التابعة للجيش اللبناني، وهي تحاول إخماد إحدى البقع الساخنة التي تتجدد فيها الحرائق بين حين وآخر، ويخشى أن تتمدد لأن محيط هذه النقطة ما تزال الأشجار فيه خضراء، يخشى أن تطالها النيران. نشاهد النيران، هناك بقعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة للنيران، ويسعى أهالي هذه البلدة على إخمادها بشكل يدوي، بالإضافة طبعا إلى التبريد الذي تعمل عليه طوافات الجيش اللبناني كما هو باد في هذه الصورة. طبعا لم ينتهي مسلسل الحرائق، يخشى أن يكون مستمرا لأن ارتفاع درجات الحرارة كبير جدا في هذه الأيام، وطبعا هذا هو أحد الأسباب المباشرة لاندلاع الحرائق، بالإضافة طبعا إلى انعدام كل السبل الوقائية والخطط الاستراتيجية في لبنان لهذه المناطق من أن تشهد مثل هذه الأحداث الطبيعية وتؤدي إلى خسائر كبيرة. طيب، كانت معي من عكار شمالي لبنان مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا جزيلا لك.